الحلقي يطالب المحافظين ببذل جهود استثنائية للتصدي للحرب متعددة الأهداف التي تواجهها سوريا وباستنفار المؤسسات للارتقاء بالواقع المعيشي للمواطنين. عملية المنطقة هذه تكمن في قطع شريان الإرهاب والإمداد للإرهابيين من منطقة جوبر عبر هذه المنطقة. بواسل قواتنا يبسطون سيطرتهم على المنطقة الصناعية في القابون ويواصلون ملاحقة فلول الإرهابيين في حمص القديمة. حرس الحدود العراقي يقتل ويعتقل 8 من قيادات تنظيم القاعدة الإرهابية في أثناء محاولتهم التسلل إلى سوريا. وعشرات القتلى والجرحى في اعتداءات الإخوان على الجيش والمواطنين المصريين. مساء الخير. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا للنشرة الرئيسية.